إذا بسم الله، السلام عليكم إخوان الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذا الفيديو رقم جوجة إخوان عند الصديق ديالنا عز الدين، وهذه السلعة الثانية، هذه الخمسين الأخرى اللي قال لي عليها. الخمسين الثانية أيه، ما حيت مشمشة بغاني راه سرع عينك على مرام مشمشة، كانت سارحة مشمشة اللي داها بغا يسرح جيا هذيك، ما تكرفص ما يضر ولا رجليها لا والو. 50 راس مع خروف واحد ولا زوج؟ خروف واحد، هذا هو اللي ديال البيع اللي سايب غادي يذبح، راه انا غنوريه لك. مع خروف واحد راه هو. جوجات فيهم لاطراس عاد غان. جوجات فيهم لاطراس. هذه فيها لاطراس. اييه. كاينه شي وحده اخرى. خي عز الدين، هادي عاطينا شي حاجه ولا لا؟ هادي ما عطاوني حتى حاجه. مازال ما عطاوني حتى حاجه في هادي. كي عطاوني في التحويل، بغاو يفردوا لك ملاحات ولا؟ ما عدوش، عارف يقول لك حنا كنجيو نعدوها كما ناحية العمارة، هذه عبد الغني معمرة فيها بزاف، عمرت فيها. عمرت عندك؟ ماشي، علاش لقيت الخروج هو مع الحويج الاخر ماشي. تبارك الله ما شاء الله. عرفتي الصغيرة عبد الغني، ها هي شي المواصفات وخاصها يورا، ولكن زينة. كاين المعنى. سير عز الدين، هبط من التحت هنا يا الدار. جيبها مع الدنيا. سير بشوية بشوية، جيبها بشوية، مكاينش مشكل، كلشي زين كلشي زين كلشي زين. هاهي 50 راس إخوان، تبارك الله ما شاء الله عند عز الدين. بالنسبه للثمن شويه قابل للتفاوض اخويا عز الدين. الثمن اخويا ما عطاوني حتى حاجه في هذه افغاني، ولكن كنطلب فيها 52، كدول 2600. وكاينه شي حاجه اخرى صغار منهم اللي بغا، راه صور عليك الساعه اللي يقول لي بغا شي حاجه صغيره ديال 46 47 48 صور لها. ما كاينش مشكل. كاينه زي بوحده صغيره، انا مابغاش نطول الفيديو واش صافي. هادشي اللي كاين الاخوان، تبارك الله ما شاء الله، يا سليعه. راه قريبه ليا بزاف، عداكم تبان لكم كبيره بزاف، المهم خليت بعيد شويه باش تبان لهم الصوره الحقيقيه. هذاك الشيء اللي بغينا، نبيعو الشمعه، نبيعو الشمعه، نبيعو الشمعه من الدار. سد عندك قطع. تبارك الرطوبه ماشي شي حاجه اللي وجيه بادره عريانه. شوية دراري شوية، قبيحة راه ما عجبتوش شي حاجة عز الدين ديما يحيدها. تبارك الله. سير عز الدين جيبهم قاعدة منه، وقال هادو بلا ما نخرجهم ولا ضروري؟ أنت ما نخرجهم. السردية في الصفرة مازالة. هاديك باقي فيها الراس تخليها. هاي داشي عشاق. هادشي اللي كاين. أنا اللي قلت لك جيبها.
تبارك الله ما شاء الله يا اخوان السلعه هاي. يلا سير نهضروا شويه على الخروف. فين هو ديال الذبيحه؟ فين؟ شدوا لينا عز الدين، شدوا لينا نشوفوا السنينات عنده. شويه شويه حوليها ما كتزقاش. سنا الحليب بالنسبه للثمن وعز الدين الثمن اخويا ما عاطينيش هذا ديال الوالده خسيبه كسيبته. اييه اللي بغاه يصايب لي ويدي تقريبا تقريبا المهم ماشي مشكل. اللي بغاه راه نصاوب مع الدنيهان صافي. هذا هو جه هدي عليك. هذا الشيء ليك. كان بغى شي اسبوع وبغى يخليه كاع حتى يبقى شهر مع بغاه ما كاينش مشكل. الله يسخر عز الدين. نخرجوا عز الدين ولا بلاش؟ سير على بغيت نخرجوا سير. ها هي كتبان مزيان هنا المشاهدين. زجيب جيب عندي مازال. راه مليحه مليحه البغاني راه ماشي شي غير مسخايه وراه ولا من ناحيه غد ما نعاودوش الهضره. نعطيكم يا اخوان الصوره الحقيقيه. انا ما بغيتش تاع الصوره تاع الغاب هادشي اللي كاين. قولي ما نعاودوش هذا. انا نزوق وعاد نبيعوا لي على الماركه بغينا 70000 في السوق. والله ما ستيها الحال فينا. الحال هذيك مشات هذيك الزوجات. عندك يخرجوا عز الدين عاود رجع معدي لتحت باش ان شاء الله نختموا الفيديو ولا ما نخرجوهم غدا. كاينه شويه الغبره. جيب عندي هاد وحده فيها الاطراس راه هي. عرفت راه اي وحده يجي يقلب فيها الاطراس حيد ماشي مشكل. سالي الهضره. اي واحد جا وما عجباتوش وحده صغيره ولا فيها لاطاس ما عندناش مشكل. اذا الاخوه الرقم ان شاء الله نخلي لكم في العنوان تاع الفيديو. السلعه حاولنا نوريها لكم وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم. وبالنسبه للمرقده منين نجي مع عز الدين؟ المرقده خويا جاي من الشمعة ديال تيسرا، جاي من خويس الحمر، جاي من البنكري، جاي من ربعة تاع الصخور. اي جاي بشي حاجه من البروج من اي سوق. المرقد مليح والمرقد صحيح ومشمش عبد الغني. ماشي دون نكذبو نقول كل حاجه ديال البروج ولا ديال البقيع بن صالح المغلى منين ولا كثر راه باينه. قلنا كتقول 2600 درهم قبل التفاوض يا اخوان اللي بغى يتفاوض عليها. الله يسخر الله يجي التيسير. تحياتي لكم من هنا من ولاد بوزيري القريب لولاد بوزيري بزاف. اللي بغى شي حاجه اللي بغى شي حاجه يتواصل مع عز الدين. الله يدير خير والله يسهل على الجميع. تحياتي لكم جميعا يا اخوان. خليونا لايك بارطاجيو معكم الفيديو. اعانكم الله الى فيديو قادم. السلام عليكم.